متابعينا شخباركم، مؤمل يرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الصراحة راحة. أكثر الحوادث القاتلة سببها استخدام الهاتف أثناء السياقة. سؤال الحلقة، تستخدم التلفون وتسوق لو لا؟ لا لا، في السيارة مستحيل أستخدم. متعود يعني؟ من متعود. ولا مرر التلفون؟ ولا مرر، لا قليل يعني، ما مرات هني أنا عند البيوت. لكن يمكن داخل الشارع لا لا أخطر. وقت اللي أطلع يعني ألتفت طبعاً، ما أستخدم الليلة، أشغل السماعة وأخليه يعني بعيد عني، ما أجود تجدون على شيء. لا أكيد ما أستخدمه هو أكيد أكيد كلش كلش، ودانت طالع ورن التلفون ما أستخدمه. من متى أنت عندك السماعة؟ تقريباً 20 سنة. ولا مرة ما أستخدمه أنا تلفون وأنا أسوق، ما أستخدمه. لا ما أستخدمه في خطورة. كلش كلش ما أستخدمه. أنا بغيت أستخدمه أوقف جنب واحد في الشارع، محل أي محل فيه حق موقف، وأتكلم في التلفون. ما إذا رن التلفون عليك؟ إذا رن أفتح، لا أفتح التلفون بس، يعني مو منه على أكتف التلفون وأنا كذي ألتفت للسيارة وأجود السكان. ما قلت مرة صارتك مشكلة بسبب التلفون؟ صادتنا أكيد. ليش بعد يعني اللي فوده ما في واحد؟ لا لا، ولا أيد لا يستخدمه بعد. كلش ما تستخدمه؟ كلش ما استخدمه. ولا مرة؟ ولا مرة. إذا أنت طالع ورن التلفون؟ عندي أنا هذا ساعات هذا، بس كذي ما استخدمه كلش، لأن سويت حادث بسبب التلفون. إي استخدمه بس يعني سماعة يعني ما تحمله. لا أحمله يا فيري، هذا كذا مثلاً بضرب شغل بعض الأشياء، مثلاً تحتاج إني يعني أحتاج يعني لك هذه تاتش يعني. كم سنة صار لك السوق أنت؟ حوالي 50-60 سنة. خمسين سنة. 50 سنة ولا مرة حملت التلفون؟ أحمل التلفون بس ما أتكلم في السيارة، لأنه يسبب خطر واجد لي ولا غيري. أحسنت، هذه جائزة مقدمة من أسواق الحلي. شكرا. سلام، الله والديك وواكب.